زحمة يا دنيا زحمة. ايه رأيك يا ماما؟ لا جميل خالص يا أمنية. ربنا يخليكي ليا يا ماما. ويخليكي ليا يا حبيبة قلبي. ينفع يا ماما اروح العب مع صاحبتي مكة شوية؟ تلعب مع صاحبتك مكة؟ ماشي يا ستي، هتلعبي بالسكوتر يعني؟ يا ماما. بس تلعبي بيه على جنب يا أمنية، مش في نص الشارع. حاضر يا ماما. انت كل شويه تقولي لي كده يا ماما، انا فهمت. بنات تلعب مع البنات بس، والولاد تلعب مع الولاد. حاضر جدعه يا امنيه. ونص ساعه كده حبيبتي تعالي وريني وشك، وخليكي لو عايزه تلعبي تاني على لعبه تاني. ماشي يا ماما، انا عارفه انت ما بتزعليش. ابقى مطمنه عليكي بس. خلاص ماشي، امشي على جنب يا امنيه. طب ماشي يا ماما، عليا انا كبيره يا ماما. اجبرك على نفسك. حاضر. ازيك يا محمود؟ ايه يا امنيه، مفيش مبروك ولا ايه؟ الله، الموتوسيكل ده بتاعك؟ لسه قابض الجمعيه واشتريت. الله ده جميل قوي. قلت بقى ايه، الطلب ب 10 جنيه واجيب طلبات الزكام طول عمر. الطلب ب 10 جنيه. طب لو اخدت لفه؟ لفه لا، ما ينفعش تسوقي لوحدك، لازم انا اسوق معاكي. بس اللفه لو انت هتركبي ورايا ب 10 جنيه برضه كانها طلب. ماشي يا عم محمود. ماشي. ايه؟ انا عايزه اركب. وفين الفلوس؟ الفلوس؟ ايوه، هلف لفه. بعد ما اخلص اللفه بتاعتي هقول لماما انا عايزه حاجه حلوه، ماما تديني فلوس بعد كده اديك ال 10 جنيه. طب انت هتقولي لمامتك ان انت ركبتي ورايا؟ لا مش هقول لماما، بس تعرف ماما تفرح بيا قوي عشان انا خلاص كبرت والموتوسيكل لوحدي. انت مش هتسوقي الموتوسيكل لوحدي؟ ما هو واحده واحده تعلمني عليه. ماشي ماشي يا عم محمود. تعالي يا أمنية يلا اركبي. استنى نزله الاول. وكل يوم عشان من عندك الموتوسيكل ده. ماشي اركب ورايا. حط رجلك على السندات يا أمنية. حط يا عم محمود. امسكي فيا جامد. حاضر. يلا. حلوة؟ فين اللي جايبين زي تايتانيك بقى؟ ايه ده؟ فات اكتر من ساعة وامنية ما جاتش طمنتني عليها، وانا قايلة لها كل نص ساعة تعالي طمنيني عليكي. والله يا امنية ما انا مطلعاكي تلعبي برا تاني لوحدك. ماشي يا امنية ماشي. حلوة قوي يا عم احمد. حلو. ايه ده؟ يا دي الاهمال يا امنيه، سايبه السكوتر لوحده في الشارع. ماشي يا امنيه. يا عايده يا عايده. نعم يا مداه. عارفه مكه صاحبه امنيه عايده؟ طب ينفع تروحي تنزلي امنيه من عندها؟ ما ينفعش، عشان ابويا هيزعلي لي ما تسيبيش العماره لوحدها. انا واقفه في العماره، لو سمحتي روحي نزلي امنيه وتعالي. طيب هاخد اللعبه بتاعت بنتك اروح بيها. يا بنتي انا دماغي وجعاني مش ناقصاكي، روحي نزلي امنيه. طب انت مساجينه كده باكل شيبسي وانا ماشيه. روحي هاتي لي امنيه، ولما تيجي هديكي الخمسه جنيه. طب بالراحه يا مدام، انت ازاي؟ ما تخلصي بقى. ماشي. والله يا امنيه عقابا ليكي مش هتلعبي تاني لوحدك. فرحانة يا أمنية؟ فرحانة أوي. يا مكة يا أمنية، يا مكة يا أمنية. في إيه؟ عايزة إيه؟ نادي أمنية قال لها بتقول لك أمك تعالي عشان عمالة تدور عليها. بصي أنا ما شفتش أمنية النهاردة خالص، ومكة نايمة. طب بصي يا مدام، ينفع تجيبي 5 جنيه جيب باكو شيبسي؟ حاضر. خدي. شكرا يا مدام، ربنا يخليك. اللي انت عايزاه. ايه يا ام امنيه، عامله ايه؟ الحمد لله يا ام بطل. في حاجه ولا ايه؟ مفيش امنيه. قلت لها، قالت لي رايحه العب مع صاحبتها مكه شويه. قلت لها حبيبتي روحي العبي بس كل نص ساعه تعالي طمنيني عليكي وريني وشك بس.
بقالها اكتر من ساعة وربع ما جاتش طمنتني عليها. اطلع بره الاقي السكوتر لوحده. بعتبت البواب تروح تندهلي عليها من عند صاحبتها مكة ولسه ما رجعتش لحد دلوقتي. زمانها راجعة دلوقتي. اهي عايدة جت اهي. يا مدام. ايه؟ انا ما لقيتش امنية عند مكة ومامكة طلعت لي وقالت لي مكة نايمة وانا ما شفتش امنية خالص. يعني امنية ما راحتش تلعب مع مكة النهاردة؟ هاتي الخمسة جنيه بقى نجيب باكو الشيبس. يا بنتي اهدي شويه بس. اوفي اهدي شويه. شوفي لي امنيه عند مكه لما تيجي اديكي 5 جنيه. هاتي بقى 5 جنيه. هتكون راحت فين طيب؟ معرفش. امنيه ملاسه تهجر مكه بقى. هاتي 5 جنيه وامشي من هنا. شكرا يا مدام، ربنا يخليكي ويخلي لك بيت. بنت ماديه شبه ابوها. طب انا اعمل ايه طيب؟ امنيه ملاسه هبغر مكه. هكون راحت فين يعني؟ وبعدين خايفه اروح ادور عليها. امشي من هنا تيجي من هنا. طب اقول لك على حاجه، ممكن تتصلي بابوها وتقولي له. اصل مفيش حل غير كده. صح، انت عندك حق. ان شاء الله خير. يا رب سلم يا رب. ايوه يا احمد، يا احمد الحقني يا احمد، انا مش لاقيه امنيه. لا، قالت لي راحه تلعب مع صاحبتها مكه. قلت لها كل الناس ساعه تعالي طمنيني عليكي، بقالها ساعه وربع ومش لاقيها وسايبه السكوتر بتاعها بره. انا خايفه اروح ادور عليها هنا ولا هنا. قالت تيجي مره واحده وانا ما بقاش موجوده. تعالى الحقني بسرعه. ماشي. يا رب سلم يا رب. يا رب سلم. ان شاء الله خير ان شاء الله. ان شاء الله خير. عايزه اجي عليها قوي. يلا بينا. انا محمد. امنيه مش لاقيينها. امنيه مش لاقيينها ازاي؟ قالت لي راحت تلعب مع صاحبتها مكه. بعت اتاخرت عليا قوي، قلت بعد عايده تدور لي عليها وتشوفي لي عند مكه. جت قالت لي ما راحتلهاش اصلا، وامنيه ما لقيتش صحاب غير مكه في المنطقه دي، وانا مش عارفه اعمل ايه. طب اروح ابص لك عليها في اي سوبر ماركت؟ كنت بتشتري اي حاجه؟ امنيه اصلا معهاش فلوس عشان تروح سوبر ماركت تشتري حاجات. انا مش عارفه اعمل ايه، ولقيت السكوتر بتاعها هنا لوحده. اتصلت بباباها وقال لي جاي، ومش عارفه اتصرف ازاي. خايفه امشي من هنا. قال لها تيجي مره واحده من الناحيه الثانيه. طب بقول لك ايه، نص ساعة لو ما ظهرتش نروح نعمله محضر في القسم. طب هنعمله محضر ليه؟ انت ما بتسمعيش عن الخطف اليومين دول؟ الخطف منتشر جدا اليومين دول. والنبي يا استاذ محمد ما توجعش قلبي اكتر من كده. لا ان شاء الله. لا ان شاء الله هتلاقيها، وانا واقف معاكي مش هسيبك. يا رب. والنبي يا رب سلم يا رب. ما عنديش غير امنيه. والنبي يا رب. شايفه يا بطه؟ عشان تسمعي الكلام اقول لك ما فيش لعبه في الشارع، يبقى ما فيش لعبه في الشارع. حاضر يا بابا. هو ابو عايده راح فين؟ مش باين طول اليوم النهارده. ليه بيشتري اي حاجه من السوبر ماركت ولا اي حاجه؟ يا رب سلم يا رب. يا رب سلم يا رب. زحمه يا دنيا زحمه. اي خدمه وسعتلك امنيه. عم محمود قال لي شويه وعلمك عليه. بسطت لك امنيه. ايه رايك في المكنه الجديده؟ جميل قوي يا ماما. انا مبسوطه قوي يا ماما. مفاجاه. عم محمود طلع طيب قوي. انت عارف يا ماما انا قلت له ايه؟ قلت ناخد لفه. بعد ما اخد لفه هو قال لي لفه ب 10 جنيه. هاخد ماما ال 10 جنيه. فين الفلوس؟ لفت اربع لفات. اللفه ربع ساعه ب 40 جنيه، وانت هتديني 10 جنيه عشان بسطت لك امنيه، يبقى كده 50 جنيه. انا بحب عم محمود قوي. ايه رايك بالله عليك؟ جميل قوي يا ماما. ازيك يا صاحبي؟ تعالى بطه اللفه ب 10 جنيه لو عاوز بطه، واي طلب عاوزه بعد كده تبعت لي ب 10 جنيه الطلب. ماما على طول يا ماما. اي وقت تحت امرك. عشان يا ماما ارجع مع محمود ومسك لي جميل. اقعد ساكته بقى كده. ايه يا عم محمود اللي انت فيه ده؟ ايه الجهل اللي انت فيه ده؟ أمنية دي مش ليها أهل، ليها أب وأم. مش عليك تدخل تستأذن الأهل دي؟ تقول لأمها هاخد أمنية مثلا على الموتوسيكل تشوفني حوافق ولا أرفض؟ ما قالت لي ب 10 جنيه، أنا قلت أطير. ليها أهل ولا مالهمش أهل؟ العيال دي ليها أهل ولا مالهاش أهل؟ لا دي أمنية. ليك تستأذن أبوها وأمها ولا مالكش تستأذن أبوها وأمها؟ افرض دلوقتي البنت راكبة وراك، عملت بيها حادثة، دخلت بيها بحاجة، تقول ده وانت عشان الفلوس يعني؟ والله انت راجل ما عندك دم. دلوقتي البنت دي لو كان حصل لها حاجة انا كنت ممكن اعمل فيك ايه؟ والله ما كان هيكفيني ولا انت ولا اهلك كلهم ان انا موتك. زي الفل. هي وفيها حاجة. عارف يا ماما محمود يا ماما خبط فيا في عمود. ما لسه متعلم خدمات جديد يعني، بس عرفت والله. انا عايزني اسوق لوحدي بس. انا
هعلمها واحده واحده. علمها. لو سمحت اسكت بقى. انت عارف يا ابو عايده لو بنتي بطه كانت مكان امنيه اقسم بالله كانت ايامك معايا تبقى سودة. وانتي بقى تعالي إيه يا ماما؟ انت عارفه حالات الخطف بتحصل ازاي؟ ازاي يا ماما؟ دلوقتي انا جبت صنايع عندي الشقه يشطب لي الشقه، اذا كان بقى نجار سباك كهربائي اي واحد من دول. انا مش بقول على اي يعني مش بقول ان هما كلهم وحشين، بس في الوحش وفي الحلو. فادي الصنايعي ده دخل شقتنا لقانا مرتاحين ماديا والعيشه حلوه وعايشين مبسوطين، جه شافك في الشارع ما هو عارفك بقى. ازيك يا امنيه؟ تعالي يا امنيه نجيبوا حاجه. يا امنيه هتروحي معاه طبعا، ما انت عارفاه قبل كده مش هتشكي فيه. راح اخدك الاستاذ ومشي بيكي وراح متكلمني في التليفون، قالوا امنيه معايا عايز الفلوس الفلانيه عشان ارجع لك بنتك امنيه تاني. هتبقي مبسوطه؟ هتبقي مبسوطه لو اتخطفتي؟ لا يا ماما. عم محمود ده خلي حد يبص. عملها بجهل، عملها بجهل واخدك وراه المكنه. افرضي هو راجل مش كويس واخدك واتصل بيا قال لي هاتي فلوس عشان ارجع لك امنيه، كنت انا هعمل ايه؟ حتى لو ما قاليش هاتي فلوس وارجع لك امنيه، انت بنتي الوحيده، انا كنت اعيش من غيرك ازاي؟ انت كان دماغك فين؟ قايله لك ما تركبيش مع حد، قلت لك اي حاجه تعمليها تقولي لي قبليها. في ايه يا امنيه؟ دماغك كانت فين يا امنيه؟ بعلم في مين انا كل السنين اللي فاتت دي؟ لما ابوكي يجي انت ليكي حسابك معايا، انا مش هكلم اكتر. يا ماما انا اسفه يا ماما. والله يا امنيه ما في لعبه تاني لوحدك. وانت يا عم محمود على الجهل اللي انت فيه وعدم تقديرك لينا واستئذانك ان انت تقول لي انا هاخد بنتك اركبها ولا شوف اهلها يرفضوا ولا يوافقوا، يا جدع ايه اللي انت فيه ده؟ والله لا تمشي من العماره النهارده، انت لازم تمشي من هنا. ابو عايده تصدق وتؤمن بالله انت راجل متخلف. تاخد بنتك وتمشي من هنا؟ قال انا لو جوزي جه وشاف اللي حصل ده حالا والله ما كان سيب. انت بارد ولا بتضحك ليه؟ احنا ممكن ناخدوك دلوقتي ونعمل معاك محضر. على فكره على فكره كان ناقصي نص ساعه اروح اعمل محضر في القسم، لو كانت بنتي معاك كان زمانك دلوقتي اتمرمطت واتبهدلت. يعني يعني دي الكلام ده كله الحلاوه بتاعت المكنه الجديده يعني؟ يعني ينفع كده؟ انا عايز اقول لك على حاجه، ابو امنيه لو جه دلوقتي مش هيسيبك، خد بنتك وغور في داهيه. انا مش هتكلم مع الراجل ده كتير، الراجل ده جاهل ويمشي من العماره. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ لازم يمشي. خد بنتك عايده وغور في داهيه يا حيوان. انت اتفضلي قدام. انا اسف. اتفضلي قدام ما تكلميش معايا ياما. يلا دي مش عارفه عملتي ايه ولا ايه؟ يلا امشي من هنا، يلا خد بنتك وامشي من هنا. يلا ده متخلف اقسم بالله. تعالي يا ندى، تعالي يا بط. هيتجنوا على المكنه. يا عايده